مرحلة ما بعد سقوط الأسد وبناء سوريا الحديثة كان المحور الأساسي لاجتماع مجموعة عمل أصدقاء سوريا في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور ممثلي أكثر من 60 دولة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني السوري. رؤية جديدة لهيكلة الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد السقوط تساهم في وضعها مجموعة من دول أصدقاء سوريا من ضمنها دولة الإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف وضع وتطوير مفاهيم اقتصادية عصرية بعيدة عن قبضة النظام وأتباعه التي انتهجت سياسة الاحتكار وسرقة المال العام، ومن أجل إنتاج اقتصاد حديث يعمل على خدمة ومصلحة كل السوريين بحسب المشاركين في هذا المؤتمر. أكثرية الدول خاصة اللي موجودة هون كلها مع الشعب السوري. ما في شك هذا الاجتماع هو عبارة عن خطوة أولى لإعداد دراسات والنظر إلى احتياجات حقيقية لاقتصاد سوري قوي يعتمد عليه في المستقبل. أمنا تنحصر بقدرة المجتمع السوري على النهوض بعد سقوط النظام وقدرته بسرعة على التعافي من هي الآثار. أما المجلس الوطني السوري فقد قدم رؤية اقتصادية لبناء سوريا الحديثة من خلال حكومة ديمقراطية منتخبة تمتلك الإرادة السياسية وتشجع اقتصاد السوق الحر وتضمن المنافسة المستندة على حكم القانون واحترامه، فيما تعمل على تحقيق العدالة في توزيع الثروات المحلية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والعمل على مكافحة الفقر والبطالة والأمية والفساد في كافة الأراضي السورية. مسألة تعافي الاقتصاد السوري بعد الدمار الذي خلفته الدكتاتورية في سوريا كان من أهم المحاور التي طرحت في الاجتماع، لا سيما أنها ستكون محفوفة بالتحديات والمصاعب التي ستكون مجموعة العمل الاقتصادية جزءا من حلها. اجتماع بحسب الكثير من المشاركين سيشكل لبنة أساسية لبناء الاقتصاد السوري المستقبلي واستئناف سير نشاطه وإعادة بناء المدن السورية التي دمرها النظام خلال حربه على الشعب السوري. وفي بيانهم الختامي أكد المشاركون عزمهم على مواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، مشددين على أن مستقبل سوريا يجب أن يحدد من قبله وحده، كما أكدوا التزام المجموعة القوي والراسخ بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها السياسية ووحدة كامل أراضيها وبدعمها اقتصاديا خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها أيضا.